الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة المنطقة اللي زي رقاب ده بحر جا داخل بعد المغرب مباشرة، دخل على البيوت وهدمها. هسه احنا واقفين في غرابة 9 بيوت، أي بيت براه وغايم بذاته، ويعني ده كله دمار دمار للبحر، يعني عمل البحر. هاي والناس يعني زي 9 10 أسر هنا في البيت ده، أي أسرة براها غايمة بذاتها، وأي زول مشى أجر وقعد مع جيران وقعد، والقاعد في بيته قاعد زي ما إحنا هسه قاعدين في بيتنا، عندنا مظلة قاعدين فيها معاي عمتي والأسرة. شكرا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في منطقة الدرقاب، البيوت اللي انهارت دي كلها البحر جاء حوالي الساعة 8:30 مساء، لقى الناس في بيوتها يعني، بعدين خش بطريقة فظيعة والناس دي كلها حاولت تخرج ونايم، ما قدرت تتصرف تطلع سريع، لا من البيوت انهارت ونزلت عليهم، فانتهت نهاية كاملة يعني. ما في أي زول طلع له حاجة أو واحد اللي قاله بيت منزل، إلا الناس كلها شردت من منازلها. فنحن هسي في منطقة الدرقاب يعني حوالي 15 20 بيت دي الجيران هنا فقط، لكن الناس التانية حوالي الدرقاب بالناحية الشمالية أو الناحية الغرب الجنوبية يعني كان شيء كتير برضو يعني. يعني لسه غرابة البيوت اللي انتهت دي حوالي 200 250 بيت، نحن ننضم على الحتة اللي احنا قاعدين فيها 15 20 منزل انتهت نهاية كاملة. شكرا. شكرا. يعني اللي حصل في السودان منذ حوالي شهرين هو أثر للتغير المناخي اللي حصل في العالم كله نتيجة للتلوث البيئي والارتفاع الحراري وانحباس الحراري اللي بتمثله كمية متصاعدة من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بتمثل فيه الصناعات من الصين، مصانع الصينية ومصانع الأمريكية حوالي 45% حسب الإحصائيات الدولية. يعني من الصين أو في أقصى الشرق إلى أمريكا في أقصى الغرب إلى السودان تقريبا في وسط العالم إلى غرب أفريقيا في النيجر إلى أفغانستان إلى باكستان إلى كل هذه الأشياء. اللي بيحصل في السودان هو النتيجة الحتمية لتعنت الدول الكبرى الصناعية في عدم خلق صناعات صديقة للمناخ في العالم كله، فيعاني شعب السودان، يعاني شعب النيجر، يعاني شعب تنزانيا، يعاني شعب الصومال، يعاني شعب كينيا، يعاني شعب أفغانستان، باكستان إلى آخره من كل هذه الشعوب أفريقيا وغير أفريقيا. فهذا هو الحال نراه أمامنا بعد حوالي شهرين. الناس هنا بيحاولوا يحافظوا على كرامتهم، بس عايزين يعيدوا بناء مثل هذه البيوت مرة أخرى لكي يستطيعوا أن يعيشوا في عزة وكرامة ومنعة وإباء مع أهليهم ومع أولادهم. هم كلهم قادرين على الكسب، كلهم قادرين على أنهم يزرعوا الأرض أو يكونوا صناع مهاريين، لكن ما يريدونه فقط سواء كان من الحكومة أو كان من مؤسسات دولية هو إعادة البناء لهذه البيوت مرة أخرى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.